كاينه شي 45 واحد، شي 45 واحد اللي كاينه. جو علمونا وقالوا لنا ودي راه اللي عنده غيمشي بحال هكا، واللي ما عندوش غادي يستافد هادشي اللي كاين، وحنا بدينا كنحيدوا في الحوايج ديالنا. صافي هادشي اللي كاين، لا غيستافدوا على الناس اللي ما عندهمش، هو ما اللي عنده راه ما غاديش يستافد. واولا خويا شوف كاينين ماتشي سبعه الناس ولا ثمانيه اللي هما اللي غيتعوضوا، ما كاين حتى ورقه عليا. لكن كبرت هنا حياتي كلها دازت. انا تقريبا شي 34 عام، ولادي كابرين هنايا وزيدين هنايا، وحنا عايشين عام فهمتيني مع المحسنين ومع الزيار ومع فهمتيني. والله ما عندي فين مشى وليدي، والله ما عندي، وكنطلب الله يتعاونوا معنا وصافي. واش بغيت انا؟ بغيت نطلب الله يتعاونوا معنا وصافي، هادشي ما نبقاوش متشردين انا وولدي مشردين كاملين بزاف. ما عنديش فين نمشي وليدي، انا ما كاينش اللي قبل ليا، الولد مريض ما كاينش اللي قبلوا ليا، ما كاينش اللي قبلني، ما كاينش اللي دخلني مع الباب حيت ولدي مريض فهمتيني. وكنطلب الله يتعاونوا معنا و... ايوا الحمد لله دابا راه دوا معنا سعد الباشا والقيد بالما الناس اللي ما عندهمش راه غيستافدوا، اللي عنده راه غيمشي بحالاته. بالنسبه لهذ المعلمه او هذ الضريح ديال سيدي عبد الرحمن، اكيد ان كانوا مجموعه من البيضاويات والبيضاويين انه كان تيقلقهم على مجموعه من المظاهر العشوائيه وعلى مجموعه من السلوكات اللي ما تتساهمش يعني في التنميه ديال المواطنات والمواطن، خاصه يعني في القيم الانسانيه وفي القيم ديال المواطنه. يعني تلقاو ناس تستعمل او تستغل مجموعه من الفئات الهشه لانها في الشعوذه او في مجموعه من اشياء اللي ما تنفعش المجتمع ديالنا. اليوم هذه محطه ممكن لنا غير نتمنوها وممكن لنا غير نشجعوا مثل هذه المبادرات من اجل محاربه كل هذه السلوكات اللي هي تنعتبروها سلوكات شاده. وكذلك اليوم يعني تم يعني اخذ بعين الاعتبار هاد الاسر اللي كانت تستافد او كانت تستغل هاد الضريح، يعني في اطار يعني كما تنقولوا ادماج اجتماعي في السكن لائق او في سكن احسن من هاد الفضاء اللي كانوا تيستغلوا فيه. يعني مشكورين السلطات المحليه يعني المراعاه لهذا الجانب الاجتماعي والاقتصادي لهم. وكذلك نتمنى ان يعني هذا الضريح انه يصبح واحد المحج لكل البيضاويات والبيضاويين من اجل يعني التمتع بالشاطئ وكذلك التمتع بالسياحه ديال مدينه الدار البيضاء. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.